اليأس هو شعور كتير بشع منحسه ببعض الأحيان، لأنه بيكون ناتج عن اختبارات سيئة، عن فشل عشناه، عن جروحات معينة، وهالشي بيودي لتشاؤم من الحياة، لنظرة سلبية كتير للحياة. الشخص المتشائم، الشخص يلي دايما نظرته سلبية، بيحط حاله بموقع الضحية، ومثل ما قلت نظرته للحياة بتكون نظرة دايما سلبية مع ذنب كتير كبير، وفعليا بتعكس نظرة سلبية للذات، وهي بأساس الشيء اللي منسميه الكآبة. الشخص يلي عنده ميل انه يكون مكتئب هو عنده شعور فينا نسميه حتى مرضي بالذنب. دايما هو المذنب، دايما الحق عليه، او بيقول الحق على الباقيين، ما في حل وسط. يا اما الحق على الباقيين وهن اللي اذيوني وبتصير نظرتي سلبيه لالهم وللحياه، يا اما اذا حاول يعترف بذنبه ويقول الحق عليه بيكون مع ذنب بيدمر، بيكون مع ذنب كتير كبير، وبيصير هالشخص نظرته لذاته سلبية جدا، ونظرته للحياة هي نظرة سوداوية. هيك أشخاص بيصيروا دايما يتوقعوا الأسوأ بطريقة سلبية، وكأنهم عم بيعيطوا للمشكلة أو للمصيبة، وكأنهم عم بيقولوا لها بليز تعي لعنا. هيك أشخاص دايما مع شعار الشهير حظي وأنا بعرفه، بيصيروا يعتبروا دايما انه حظهم سيء. ننسى اوقات انه في فرق كتير كبير بين انه نتوقع الاسوأ كاحتمال طما ننصدم، طما نحط انتظارات منا واقعية، وبين انه نتوقعه كامر ما في مفر منه، كامر حتمي لح يصير. شو الحل بانه ننتقل من هالسلبية للايجابية، بانه ننتقل من هالتشاؤم للتفاؤل؟ وهون منحكي بشي بعد أحلى وأبعد من التفاؤل والأمل، شي اللي منسميه رجاء. بالحقيقة كل شخص منا عنده تاريخ مع الله، عنده تاريخ بحياته تدخل فيه الله ببعض المحطات. منشوف الله وين دبر، منشوف الله وين تدخل بحياتي، منشوف الله وين حكيني. هون كتير مهم نرجع نتذكر الاختبارات الإيجابية، نركز على الأشياء الإيجابية ونحاول نلاقيه، وألا نغرق بالسلبية. نرجع نتذكر تاريخنا مع الله وكيف الله كان دايما معنا، وهذا اختبار الشعب يلي كان دايما كان يقولوا له اتذكر، اتذكر الله كيف كان معك، اتذكر الله كيف نقلك من العبودية للحرية، اتذكر الله كيف خليك تنتصر. كل شخص منا مدعو يرجع يتذكر تاريخنا مع الله. هالشي بيخلينا يوم بعد يوم نتطلع على الأمور بطريقة إيجابية، نتفائل، ولكن مثل ما قلت هالتفاؤل هو تفاؤل مبني على اختبار، منه تفاؤل بدون أسباب ولا تفاؤل بدون مقومات، هو تفاؤل مبني على فكرة أنه الله معي وما بيتركني أبدا، والحياة قدامي هي حياة إيجابية، لأنه لو شو ما صار فيها ربنا موجود. الله معكم.